يقول: ما المقصود بالنهي في عدم اتباع الصلاة صلاة النافلة بالفريضة، وهل يسقط بالأذكار؟ الوصل، هذا يسمى الوصل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل صلاة بصلاة، يعني النافلة بالفريضة، لئلا يظن الجاهل أن هذا من الصلاة وأنها لم تنتهي الصلاة، فيفصل بينهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أو انتقال، حتى يعلم الناس أن الصلاة تمت وأن هذه نافلة. نعم.